محتاجه نص كيلو من الرز المصري، وعايزه سمنه وزيت ومكعب مرقه وعودين قرفه خشب وقرفه باودر وحبهان باودر، كزبره جافه، 7 بهارات، جوز الطيب، ملح وفلفل اسود. لعمل الكبد والقوانص محتاجين ربع كيلو كبد وقوانص. عايزين كمان بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص كوبايه من الزبيب، قرفه باودر، حبهان باودر، كزبره جافه، 7 بهارات وجوز الطيب وملح وفلفل اسود. بس كده، يلا بينا. طبعا احنا دايما بنبتدي بالرز علشان بنبقى عايزين نطمن ان الرز تمام وهيستوي معانا على اخر الحلقه. عندنا السمنه، حط شويه سمنه وشويه زيت. حطيت الطاسه الكبيره او الواك على النار علشان نحط فيها الكبد والقوانص علشان نشوحها. اول حاجه هحط كده السمنه والزيت. عندي هنا كمية بصل هقسمها بالنص، هاخد شوية منهم احطهم مع الرز وشوية تانيين هاخدهم للكبد والقوانص. الكبد والقوانص اتكلمنا فيهم كتير جدا، ويمكن من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا فيها انها بتكون زفرة وبتزفر لنا الرز. عندنا اكتر من اوبشن، ولكن الاختيار اللي انا دايما برجحه هو طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا ممكن أقوم الأول منزلاها بعد طبعا ما تبقى اتغسلت واتنشفت واتصفت كويس جدا، أو منزلاها في شوية مية مغلية وحط في المية المغلية دي فلفل أسود، معلقتين ثلاثة من الخل، وأسيبها تغلي غلوة بسيطة جدا، وأقوم بعد كده واخداها كأني غسلتها في مية سخنة وتغير لونها وكل حاجة، وأقوم بعد كده شايلاها من المية المغلية وابتدي أتعامل معاها عادي، اللي هي بقى اشوحها اطبخها زي ما انا عايزه. الطريقه الثانيه اللي ممكن تكون اسهل، ويكون حد مثلا مستعجل مش عايز الخطوه الاولانيه وعايز يضمن برضو انها تبقى مش مزفره ما فيهاش ريحه تمام زي الفل، طاسه واسعه ده اولا وسخنه ده ثانيا. وهناخد الاول البصل هنا، تعالوا نحطه كده، ده البصلايه بتاعه الرز بالكبد والقوانص، عشان انا هعمل الكبده لوحدها وهحطها فوق الرز. ليه؟ علشان ما بحبش الكبد والقوانص يدخلوا جوه الرز ونغطي ونبخر والبخار الحاجات دي، الميه كده دي بتخلي شويه ريحه الزفاره تظهر اكتر. هحط السمنه، ويستحسن يبقى عندنا سمنه، يعني حتى لو سمنه وزيت فالسمنه نكهتها وريحتها مميزه جدا مع الكبد والقوانص وما بتخليش فيه ريحه زفار. احيانا الزيت ما بيبقاش الطف حاجه في الموضوع ده. البصلايه عندي بتتحمر، هنزل بالبصلايه هنا كمان بتاعه الكبد والقوانص. الطاسه سخنه زي ما احنا شايفين والحله سخنه، هاخد الكبد والقوانص بتاعتي وانزل بيها على الطاسه السخنه المولعه دي بالبصله بتاعتها بالشكل ده، وقلب قلب كده بسرعه، ونسيبها على النار العاليه دي مع البصل على ما نشوف الرز اخباره ايه. البصلايه بتاعه الرز عايزين نحط لها فص ثوم كده، عندنا فص ثوم تاني هناخده للكبده. عندي القرفة الخشب هنا عود، وعندي قرفة خشب تانية هرميها هنا كده مع الكبدة. مع البصل والثوم والقرفة الخشب هنزل بمكعب مرقة خليه يتحمص، واروح هنا اقلب الكبد والقوانص برضو على نار عالية، ولا بكت ميتها ولا نقطة مية في الطاسة خالص. واحنا كده دي أأمن طريقة، لو مش عايزة تسلقيها السلقة الأولانية اللي هي دقيقتين ثلاثة، يعني مش سلقة سلقة، دقيقتين ثلاثة كده في مية مغلية. على البصلة بنزل بالبهارات بتاعتي زي ما اتفقنا، جوزة الطيب، شوية كزبرة، 7 بهارات، شوية قرفة، حبهان، كل الحاجات اللذيذه بتاعتنا دي بننزل بيها على البصلايه وعلى المرقه. وونس ان انا قلبتها تقليبه بنزل بالرز على طول.
واقلب الرز مع الكلام ده، واحط الملح واقلب كويس قوي كده. الرز بقى مبهر والبصلايه والثوم وكل حاجه فيه مظبوطه جدا. تقليب 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 مستمر لحد ما الرزايه تسخن وتتشرب. وعلى الناحيه الثانيه بقلب الكبده بالشكل ده، واخدين بالكم من الطاسه؟ لو جابت ميتها بس بكت ميتها هتشم ريحه زفار. احنا حتى هنا ما حطيناش البهارات، احنا كل اللي حطيناه البصل القرفه وحتى الثوم ما حطيناهوش، عشان انا مش عايزه الثوم يتحرق، عايزه اطمن ان الكبده اتشوحت كويس قوي. عايزه الكبده بقى تستوي قبل ما احط لها البهارات. هحط الاول الميه على الرز عشان ياخد وقت هو ويستوي. حط له شوية مية كمان. ما عندكيش حبهان باودر مش مهم، عندك 7 بهارات تمام. عايز بس القرفة أساسي، يعني أنا بحب القرفة كتير شوية، حتى هفتح كده وأقوم إيه رشة رشة قرفة زيادة شوية. هاخد المية المغلية بعد ما شوحت كويس قوي الكبد والقوانص، وهديها ربع كوباية مية عشان نسويها كويس. او نص كوباية مية يعني على حسب طبعا الكمية، المهم ان هي ايه توصل للمنسوب اللي انتوا شفتوه ده. عندنا بقى بهاراتنا، هناخدها هي هي نفس البهارات اللي احنا حطيناها على الرز. وبدل ما نبقى حطينا الكبد والقوانص جوه الرز نحطها بره على الرز كده من بره، يبقى شكلها حلو في نفس الوقت تبقى واخده نفس الطعم ونفس النكهات، ومتحمره كويس مسلوقه كويس طعمها مظبوط جدا، وبتبقى لذيذه جدا جدا يعني. تعالوا نهدي على الرز كده وننزل بقى ببهاراتنا. وبالثوم، تعالوا نحط الثوم. اللي مش عايز ثوم على الكبده ما يحطش، مفيش مشكله. بس كده. رشة فلفل اسود صغنططة خالص لان احنا حاطين بهارات كتيرة. اللي عايز يستكفى بال7 بهارات بس مع الكبدة مفيش مشكلة، عايز قرفة خشب بس مفيش مشكلة، اختاري بهاراتك اللي انت عايزاها. ولكن هو طبعا رز مبهر، ريحة البهارات فيه بتبقى باينة وطعمها واضح وما بتبقاش بزيادة قوي بصراحة. كده اللي انا بعمله ده انا ما بغطيش الكبدة خالص، الكبد والقوانص انا ما بغطيهاش، بسيبها كده مفتوحه عشان البخار ده ما يخليش فيه اي روايح ممكن تضايقني. فانا بشوح كويس قوي، الطاسه بتاعتي واسعه، السمنه، الطشه، كل الحاجات اللي بنحطها بسرعه دي، البصلايه على الطاسه وهي سخنه، الكبده نزلت على الطاسه وهي سخنه، دي تخليها لك تاخد شوك كده ولا تنزل ميه ولا تطلع ريحه ولا اي حاجه. وبكده دي بتبقى اسلم طريقه تخليني بعمل الكبد والقوانص مع الرز من غير ريحه زفار. الكبد والقوانص زي الفل كده، خلاص استووا شربوا الميه وكل حاجه، مش بنبقى عايزين بقى ميه، احنا خلاص كده بنسويها. بعد ما تطمني ان هي استوت تنزلي بقى بالزبيب اهي. انا عايزاكم تبصوا على الطاسه، بصوا مفيش ميه، مش باقي بس غير السمنه والكبد والقوانص. اطمنا ان هم استووا بقى كله تمام، ننزل بقى بالزبيب. ودي كده خلطتنا اللي هتتحط على وش الرز لما يستوي. الزبيب لما بينزل على الوك كده او الطاسه وهي سخنه بيبتدي بقى هو ايه يطرى ويبقى لذيذ جدا، بيدي طعم تحفه للخلطه دي.
اللي ما بيحبش الزبيب او مش بيحب ان هو يضيف الفاكهه المجففه على حاجه حادقه يشيل الزبيب، ما فيش مشكله. ولو انه الزبيب مثلا ممكن يبقى دمه تقيل في حاجات حلوه يعني حاجات مسكره، لكن مع الحادق بيبقى تحفه. عندنا هنا عود قرفة بس بحب احطه على الوش. والقوانص بتاعتنا حالا على الرز كده كده كده. بصوا بقى ده الرز بالكبد والقوانص اللي انا بحب، يعني ان احنا ايه نحط الكبد والقوانص بالزبيب على الوش بالشكل ده. رشة اي حاجة خضراء بسيطة كده.